قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات، مفصلات أي بينات واضحات، كلما انحرفوا جاءتهم آية، رجعوا رفعها الله تبارك، انحرفوا جاءتهم آية، رجعوا رفعها الله، وهكذا صوروا خمس آيات. صوروا صبر الله عليهم سبحانه وتعالى، كيف صبر عليهم جل وعلا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أصبر على أذى من الله سبحانه وتعالى، ويقول لو قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لكنه عند الحليم سبحانه وتعالى، عند الله جل وعلا، وهذا يتركهم يعودون يرفع عنهم، يرجعون إلى معاصيهم يرسل عليهم يرفع، وهكذا سبحانه وتعالى جل في علاه.